اسجل ريكورد وهي شير سكرين وهي نشير الشاشه، نرجع نكمل على موضوعنا اللي هو اليوم بدي اكمل معاكم على اللي هو انتروداكشن للاوبجكت اورينتد. هي نزلت لكم ليكتشر هلا، انا تاخرت لما نزلتها، اللي هو هي عشان تشوفوا انتم معي كنت اشرحها للشعب اللي قبلكم. احنا شرحنا المره الماضيه انه رح نشتغل احنا على شيء اسمه الاوبجكت اورينتد. شو الاوبجكت اورينتد؟ هي نفس القديم، لا راحت ولا جت. راح نكتب variables، راح نكتب if statement وفور لوب ووايل واللي بدك اياه كامله وميثودز كلها راح نكتبها، بس راح اكتبها باسلوب تفكير ذكي. شو الاسلوب التفكير الذكي؟ في الاستراكشرد بروجرام كان دائما كل برنامجنا كم فايل؟ واحد. قلنا في الاستراكشرد عشان نشتغل بروفيشنال كنا نحكي بدل ما احط كل الكود في ميثود المين قلنا من جزءه لميثودز ثانيه. هذا الحكي كان في البداية، بدايات البرمجة لما كانت البرامج صغيرة وبسيطة كان يزبط، لكن صارت البرامج تنجح أكثر وأكثر وتكبر. تمام؟ صارت تكبر. هلأ مثلا يعني تعمل سيستم لجامعة، جامعة كامل زي جامعتنا، نظام حقيقي، هذا إذا بحط كل الكود تبعه بفايل واحد مشكلة، حتى لو جزأته على مبدأ ميثود مستقلة. شو ماله من جنب الجامعة؟ تمام؟ فحتى لو بدي اجزئه لميثودز تمام بصير صعب متابعته صيانته لقدام، وين الميثودز اللي بتسويها. هلا في الاوبجكت اورينتد بكل بساطه شو اليه التفكير؟ صار احكي لك لما تيجي تبني نظام كبير بدل ما تحط كل الكود بفايل واحد جزئه لفايلات. في الاستراكشر كنا بدل ما نحط كل الكود في ميثود المين صرنا نعمل ميثود ثاني. هلا لما صارت تضخم البرامج بزبطش احط ميثود ثاني، صرت احكي جزئ البرنامج تبعك لفايلات. فمثلا انا دعم نظام جامعه بصير احكي في عندي فايل فايلات للستودنت، فايلات للموظفين، فايلات للمكتبه، فايلات للتسجيل، فايلات للماليه. فالتعامل هون مش كل هذا مدمجين بفايل واحد، انما تجزأوا لاقسام. هاي الفايلات احنا بنحط فيها الكود بنسميها كلاسز. ايش بنسميها؟ كلاسز. يعني في الويندوز احنا بنسميها فايل، في البرمجه ايش بنسميها؟ كلاس. شو هو الكلاس؟ انت بتصير تشبه النظام تبعك كانتيتيز او كاوبجكتس من الواقع العملي. يعني شيء بتميزه في سيستمك، طالب، باص، مدرس، ماده، كتاب، مكتب، مروحه. هذا الكلاس بتصير توصف فيه كتل من سيستمك. كل كتله منهم لها بيانات، يعني مثلا توصف طالب، الطالب له اسم، له علامه، له مثلا جنس، له مدينه، له معدل توجيهي. بصير احط له داتا. برضه في هذا الفايل بحكي في داتا للطالب هذا، بجهز له عمليات تتنفذ تلقائيا على الداتا هاي. يعني واحد بيقول كيف؟ يعني مثلا زي مثال اليوم بدي اعمل انا كلاس ايش اسمه؟ ستودنت، طالب. شو بدي اوصف داتا عن الطالب مثلا بالنظام هذا؟ قلت مثلا بهمني الطالب له اسم من نوع سترينج، وله علامه اولى وعلامه ثانيه وعلامه ثالثه انتجر. طبعا راح بقول له بقدر اضيف له كمان مثلا الجنس تبعه الجندر، بقدر اضيف له المدينه، بقول له نعم، بس انا عشان اختصار واكسب الوقت حطيت مثلا بس هذول الاربعه. طيب بقول له واحد حلو، وهذول هلا بنحكي عنهم. هلا الطالب ممكن كعمليات مثلا بعد ما ضفت له مثلا له ثلاث علامات، في له ايش؟ بقدر اسوي بعد ما تزودني انت بثلاث علامات للطالب اطلع لك الافرج تبعه. ممكن اطلع لك الستيتس تبعته، هل هو ناجح ولا راسب؟ اقول لك باس او فيل، حطيتها سترينج. ممكن اطلع لك الايفالويشن تبعه، التقييم تبعه، هل هو اي، صنفته اي ولا بي ولا سي حسب الافرج تبعه. فانت الكلاس تحكي انه في عندي كلاس، في عندي كتله اسمها طالب، بوصفها بالسيستم تبعي من خلال فاريبلز، بقول الطالب له اسم، له علامه اولى، ثانيه، ثالثه، وعليها اوبريشنز، انه بقدر احسب له افرجه، بقدر احسب له الناجح ولا راسب، بقدر احسب له الايفالويشن وعده شغلات. تمام؟ فتعال هلا عشان نفهم احنا نرجع نثبت مبدا الاوبجكت اورينتد، تعال نمشي ونشتغل على هاي ونثبت افكار ونشتغل باسلوب ذكي. فكره في البدايه بتكون غريبه بس تتالف معها بتقول هذا هو الشغل الصح. عشان هيك حتى كل لغات البرمجه اللي هلا موجوده كلها بتشتغل اوبجكت اورينتد، ما حدا بيشتغل استراكشر، ما حدا نهائيا، لانه فشل الاستراكشر على الانظمه الكبيره. الاسلوب الذكي للتفكير هو الاوبجكت اورينتد. طيب تعالوا نشوف كيف. يعني عشان تفهم معي الداجه هون، هي نت بينز، هذا شغل النت بينز، وهي لانشئ مشروع جديد، وهي جافا ابلكيشن. خليني احط هاي السكشن 3 اللي هو انتو، هذا لازم يكون هاي سكشن 3. هذا على فكره انا خزنت مثال الشعب الثاني محلكم. طيب
انتوا خزنت تبع الشعبه محل. طب خلاص هذا بنسميه معناته لسن 4. طب خلينا نكتب هون، هذا بسميه لسن، اي لسن، لسن 4 انترو تو او او دي، خليه هيك على حسب زي سميته زي هيك اسم المشروع تبعي. هاي انشاته. هلا هون اللي بدي اياك تفهم، زمان زمان خلال كل شغلك كان دائما كل شغلك بس على كم فايل واحد. هلا انا ما بدي اشتغل بمبدا الاستراكشر انه كل برنامجي فايل واحد، لا انا اذكى من هيك، برنامجي بدي اجزءه لفايلات، عده فايلات مش فايل واحد، عده فايلات. فمثلا هذا بنسميه المين كلاس، هذا الفايل يسمى كلاس في البرمجه، هذا المين كلاس. ليش هذا المين كلاس؟ لانه فيه المين ميثود تلقائيا معناه للكمبيوتر انه لما يكون برنامجي مثلا من 10 فايلات بس اعمل رن دائما ببلش من الفايل اللي جواته المين ميثود، يعني هذا بشغل المشروع تبعي الباكج تبعي او البروجكت تبعي. تمام، هذا هو المين كلاس. هلا انا كبروفيشنالي ما بدي اكتب الكود ضمن فايل واحد، انما بجزء ولا فايلات. هلا انا دائما كبدايه بعتبر حالي لسه مبتدئ، بمشي على الدياجرام اللي بيجيني. هذا الدياجرام انه بقول لك هون حاليا ابني لي فايل مستقل اللي هو كلاس مستقل شو اسمه ستودنت. فباجي انا بمشي حبه حبه، باجي بقول هون هاي انشئ كلاس جديد على الصفحه البيضاء وعليها زاد على قائمه فايل نيو كلاس. هاي باجي بحكي له جافا، جافا كلاس تمام، شو اسمه؟ ممنوع اسميه على كيفي زي ما هو محطوط في الدياجرام. اسم الكلاس يجب ان يبدا بحرف ابجد كابيتال لتر زي ما هو مكتوب هناك. هناك مكتوب ستودنت. واحد بيقول لي طب لو كتبت ستودنت سمول لتر بصير؟ بقول له لا، راح تكتب ستودنت سمول لتر بتعطيه فينش، بيعمل لك فينش برمجه وكل شيء تمام. اه والله كل شيء تمام، بس لما تيجي تشغل ما راح يشتغل. ليش؟ لانه باساسيات الجافا اللي صمموا الجافا دائما اسماء الكلاسز اسماء الملفات يجب ان تبدا بحرف ابجدي كابيتال لتر، ممنوع ارقام، ممنوع رموز خاصه، دائما كابيتال لترز. فهي انشات كلاس اسمه ستودنت. فصار هلا انتبه منيح، صار برنامجي مش ملف واحد، صار كم ملف يا شباب؟ ملفين. من ناحيه تنظيميه هي عندي ملفين مستقلات، هيك اسهل للوصف والتعامل، ولسه في ميزات اخرى بنحكي عنها كل شوي. هلا كلاسي اسمه ستودنت، هي في عندي فايل اسمه ستودنت، فيش في مين ميثود، واحد من هذول الملفات بس بده يكون فيه المين ميثود عشان يعرف الكمبيوتر مين اللي شغال. طيب والواحد طيب بعدين؟ بقول له امشي على الدياجرام اللي اجاك على اليو ام ال. شو انا مثلا محدد الدياجرام هذا كبدايه؟ انت مش مطلوب منك تحلل، مطلوب منك تمسك هذا الدياجرام وتبنيه. انا لما بنيت لكم هذا الدياجرام قلت لك بدي للطالب فاريبل داتا ممبر توصف الطالب اللي هي الاسم من نوع سترينج، جريد 1 انتجر، جريد 2 انتجر، وجريد 3 انتجر، ثلاث علامات من نوع انتجر. علامتك في الماده الواحده انتجر وليس دبلها، يعني على خير بس اجي انزل لك علامتك في ماده البرمجه الكينونيه بقول لك علامتك مثلا 90 99 مثلا، ما باجي بقول لك مثلا والله علامتك 91.5. في المادة الواحدة ممنوع تيجي العلامة كسرية، إنما المعدل للفصل أو المعدل التراكم هو الكسري، ولكن علامتك في المادة هي إيش؟ صحيحة، فعشان هيك حطيتهم أنت. طب والواحد طيب، فبقول له بالتالي أنت هلا بتيجي هون كمبرمج بتقول أول داتا منبر عندي سترينج اللي هو إيش؟ نيم. هاي أول داتا منبر. إحنا بنبلش في الداتا منبر. بعدين أنت كل واحد العلامات هم جريد 1 جريد grade 1 فاصلة grade 2 فاصلة grade 3 بهذا الشكل. هيك صح؟ بقول لك نعم صح، ولكن بروفيشنال، بروفيشنال يعني اللي بيشتغلوا بروفيشنال، هلا هذا صح يعني كجافا ما في اي غلط، بروفيشنال اللي بيشتغلوا معي عرف بين كون بين كل المبرمجين اللي بيفهموا، اللي بيفهموا اللي بصير الناس لو بقول لك اه هذا خلوني اشتغل معه لانه هذا بيريحني، اللي بيفهموا ما بصير يعني كعرف اتعرف الداتا جنب بعض، ولا عشان الناس اللي بيشتغلوا معي يقراوا براحتهم هيك لما يفتح كلاس ويطلع يميز الداتا منبر في راحته، وحط له كل واحد منهم بايش؟ بسطر. طبعا بقول لا حطيتهم ثلاثه مع بعض صح؟ بقول اه صح ما في اشكاليه بالنسبه للجافا، بس للناس اللي بيشتغلوا معي دائما العرف الداتا اللي بتوصف كلاسي بنحط كل واحد منهم بسطر عشان اللي بيفتح كلاس ويقراه يكون هيك مرتب الشغل له. بس كناحية ترتيب عشان البصر بيشتغلوا معي. واحد بيقول لي طيب، بقول له هون انا هلا صار في عندي كتله مقطع كود اسمه ستودنت. ايش اسمه؟ ستودنت بيحمل داتا، بيحمل اربعه داتا، اسم وكم علامه انتجر؟ ثلاثه، جريد 1 جريد 2 جريد 3. طب واحد بيقول لي خلص هاي هيك كلاس؟ بقول له اه هذا كلاس مبدئيا. طب بقول لي طب اسمع، هاي عندي ستودنت، هاي فايل اسمه ستودنت، وهي عندي المين كلاس.
كيف بدي اخلي المين كلاس اللي هو الفايل تبع الستودنت، او عفوا الفايل المين ينادي فايل الستودنت، كيف بدي اربطهم مع بعض؟ مش عندي فايلين، كيف بدي استخدم يعني كتبت الكود تبع الستودنت في فايل اسمه ستودنت، لما اعمل رن بيشتغل ليسن 4. طب كيف ليسن 4 هذا بده ينادي الملف الطالب؟ طلع تعال على المكتب. مثلا انت لما تيجي تشتغل في البرمجه مثلا بتقدر تقول انت اكس. شو معنى انت اكس؟ يعني عرف عنوان في الذاكره ايش اسمه؟ اكس. هاي بنسميها داتا تايب بريميتيف، هاي الجافا بتدعمها. طب في شيء اسمه يوزر ديفايند داتا تايب، الكلاس يعتبر زي كانه يوزر ديفايند داتا تايب. بدل ما اعرف فاريبل اسمه اكس، طلع شو بحكي للجهاز؟ بدي اقول له في عندي داتا تايب ايش اسمها؟ ستودنت. هل الجافا تدعم داتا تايب اسمها ستودنت؟ لا، بس انا عملت كلاس في فولدر مشروعي شو اسمها؟ ستودنت. هلا صارت بما انها ضمن نفس الفولدر صار المشروع هذا شو في عندي كلاس ايش اسمه؟ ستودنت. فبقول في عندي ستودنت مثلا اسمه اس 1، بس نوقف لحد هون. يعني عرفت عنوان في الذاكره اسمه اس 1. شلون عرفت انا فاريبل في الذاكره اسمه اكس من نوع انتجر؟ هون عرفت عنوان في الذاكره اسمه اس 1 بس من نوع مين؟ ستودنت. بقول واحد طب كيف اتخيله؟ هذا مبدئيا في الاكسل هي هون او في الرام عفوا، تخيل انه صار في عندك هون عنوان، انسوا لي هذول اللي تحت انسوهم، هون صار زي كانه مبدئيا بس عندك عنوان ايش اسمه؟ اس 1 لسه لا يؤشر على اي شيء، لا يؤشر على اي شيء. اس 1 مهيئ انه يؤشر على كتله من نوع ستودنت. طب واحد بيقول لي طب كيف الكمبيوتر بتعرف شو الستودنت بيحتوي؟ شو جواته داتا؟ بقول له اوريدي الستودنت هي حسب تعريفنا، حسب اللي احنا كتبنا بكلاس ستودنت، قلنا له الستودنت يحتوي كم من معلومه؟ اربعه، نيم جريد 1 جريد 2 جريد 3. بقول له واحد طيب هلا هون في المين عشان اربط المين كلاس مع الستودنت، بقول له في عندي اس 1 عنوان في الذاكره من نوع اس 1 يهيئ انه هذا عنوان مهيئ انه يؤشر على طالب. طب كيف بدي اخليه يؤشر على طالب اللي هو انشئ اوبجكت من كلاسي هو مقطع كود. هلا بقدر انشئ منه اوبجكت، مش اوبجكت واحد، اوبجكت عده اوبجكت. شو بقول له؟ بقول له هون كلمه نيو وبكتب هون كلمه ستودنت قوسين فاضيه. هذا الكلمه اللي احنا كتبناها نيو ستودنت، هذا الجافا باي ديفولت تعمل شيء اسمه كونستراكتر. شو يعني كونستراكتر؟ يعني لاحظ حتى في الدياجرام هون انا كاتب لك هون شيء اسمه كونستراكتر اس. هلا مبدئيا الجافا بتكون باني هذا بنسميه ديفولت كونستراكتر. ديفولت كونستراكتر في الجافا للداتا تبعك، يعني تعال عشان افهمك اياها. هلا حتى لو انت مش كاتبها، حتى لو انت مش كاتبها، الجافا اوتوماتيكلي بتكون كاتبه هذا الكود اللي هو عامله كونستراكتر بهذا الشكل. طب شو هو الكونستراكتر؟ الكونستراكتر هو ميثود خاصه ما بترجع داتا تايب، لا هي void ولا هي returning value. ميثود خاصه، نوع خاص من الميثودز، اسمها نفس اسم كلاسي. شو اسم كلاسي؟ ستودنت. فهي راح يكون كونستراكتر ايش اسمه اكزاكتلي؟ ستودنت قوسين فاضيه. هاي ميثود خاصه ما بترجع داتا تايب ولا شو اسمه ولا هي فويد، يعني عفوا هي ليست فويد وليست ريتيرنينج داتا تايب، هي نوع خاص من الميثود. هاي باي ديفولت الجافا تحرص فيها انه لحظه ما تنشئ الاوبجكت من كلاسك، يعني لحظه ما تنشئ طالب جديد من هذا الكلاس تحرص تعطيه داتا مبدئيه. يعني واحد بيقول كيف يعني داتا مبدئيه؟ يعني في البرمجه لما اجي اعرف فاريبل، اول خيار اول في عندي انت اكس، انه انا احجز اكس كفاريبل من نوع انتجر، فالكمبيوتر ممكن يعطيه قيمه مبدئيه صفر او ربش داتا. او ممكن واحد يقول لي طب انا اسمع، ممكن لحظه ما اجي احجز واحكي له انت اكس تساوي مثلا 10، يعني بصير احجز الفاريبل كبدايه وما اعطيهوش قيمه، وممكن لحظه ما احجزه اعطيه قيمه. بصير على الجهتين، وبعد ما اعطيه قيمه ممكن ارجع اعدله. عندي عده خيارات. هلا باي ديفولت طلعوا الجافا شو بتسوي، حتى لو انت مش كاتبه هذا اوريدي الجافا عامله. الجافا بتحرص كالتالي، وتصير الكونستراكتر هذا باي ديفولت شو بقول لك النيم مبدئيا الجافا اي شيء سترينج بتحط قيمته ايش؟ نل. اي شيء رقمي بتحط قيمته صفر، يعني هلا بقول لك جريد 1 تساوي قيمته صفر، هاي باي ديفولت من جافا. جريد 2 قديش قيمته كمان؟ صفر. جريد 3 برضه ايش قيمتها؟ صفر. فالوظيفه الاولى للكونستراكتر اعطاء قيم مبدئيه للداتا تبعت الكلاس تبعي، يعني اعطاء قيمه مبدئيه للداتا. فيش ربش داتا في الاوبجكتس، مستحيل يجي ربش داتا، دائما في ديفولت فاليو. ففي شيء اسمه ديفولت كونستراكتر من الجافا. طب واحد بيقول لي طيب، بقول له هلا تعال عشان تفهم معي، شو معنى لما احنا دائما لما نيجي ننشئ اوبجكت
ميني كلاساتي، انا في عندي فايل اسمه ستودنت عشان اربطه مع المين بنشئ منه اوبجكت. فانا لما حكيت ستودنت اس 1 لحد هون، هذا المقطع بس لحد هون، انت فقط عرفت عنوان في الذاكره، لسه ما ربطته بالكتله هاي. والواحد طيب ايضا مرتبط بالكتله هاي لما تحكي له كلمه نيو، ابني اوبجكت جديد. لما بدك تبني اوبجكت بتستدعي الكونستراكتور. فهون انا شو حكي له؟ روح على الستودنت، روح على كلاس الستودنت واستدعي لي الميثود اللي اسمها ستودنت قوسين فاضيات اللي هي الكونستراكتور. هو حتى لو انت مش كاتبه، هو ضمنيا هاي الجافا كاتبه عنك. وين ستودنت قوسين فاضيات؟ هيها. شو قلت له جوا من ستودنت قوسين فاضيات؟ قلت له روح على النيم حط جواته ايش؟ نل. روح على جريد 1 حط جواتها 0، على جريد 2 حط جواتها 0، على جريد 3 حط جواتها 0. يعني هلا في الرام بصير هون بالنسبه للاس 1 النيم قيمته ايش يا شباب؟ نل. العلامه الاولى 0، العلامه الثانيه 0، العلامه الثالثه ايش؟ 0. انسوا لي هذول لسه ما بنيهم مش هذول. تمام. فهلا صار في عندي اوبجكت اسمه اس 1، في عندي عنوان في الذاكره اسمه اس 1 يؤشر على الاوبجكت الاول. الاوبجكت الاول يحتوي على 4 بيانات مختلفه بالنوع اللي هي السترينج وثلاثه انتجر نل 0 0 0. طب واحد بيقول لي طب اثبت لي هل هذا الكلام صح ولا لا؟ تعال اثبت لك. ها بورجيك فيلمين. يعني هلا هون ها بعد ما انشات الطالب هذا اس 1 بدي اطبع بيانات عشان نشوف عن جد شو الكمبيوتر عبى فيه داتا. فشوف بدي اقول له سيستم دوت اوت دوت برنت لاين، بدي اقول له النيم. هلا هون بدي ادمجي له الاسم. هلا واحد بيقول له اكتب نيم. ايش نيم؟ انا في المين ما عرفت نيم، انا في المين عرفت كتله او ريفرنس فاريبل شو اسمه؟ اس 1 دوت. شو بدي من الاس 1؟ الاس 1 يحمل الاربع قيم. هي لاحظ شو اقترح لي اول واحد؟ نيم. يعني قلت له روح على الاس 1 جيب لي النيم. بعدين لازم بدي اطبع العلامه الاولى، بقول له سيستم دوت اوت دوت برنت لاين، بدي اقول له جريد 1 نقطتين فوق بعض. فيش هون احكي له جريد 1، ما في جريد 1، في عندي كتله اسمها اس 1 او اللي هو اوبجكت اسمه اس 1، بقول له جيب لي منه جريد 1. هي خلينا ازيح الزوم بس عشان تشوفوا. طيب وهي هون هاي داجي على هاي، اخذها كوبي. تمام. وهي داجي انزل هون، هاي بيست وهي بيست عشان تسريع يعني الشغل. هاي جريد 2 هاي جريد 3. هلا هون جريد 2 هاي هون جريد 3. طيب واحد يقول لي طيب قول له هلا هون تعال نشوف معك. اول ما يشتغل الكمبيوتر بعرف عنوان في الذاكره اسمه اس 1. بعدين بيستدعي الديفولت كونستراكتور، حتى لو انت مش كاتبه الجافا كاتبه عنك. ديفولت كونستراكتور في الستودنت شو بحط الاسم؟ نل 0 0 0 العلامات. تمام. بعد ما يخلصوا بيرجع للمين، بيرجع للمين. شو قلت له في المين هون هي دبل كليك عليها؟ قلت له اطبع على الشاشه حرفيا النيم يساوي روح على الاس 1 جيب النيم. هلا بروح بالرام هي اس 1 بده يجيب النيم. شو النيم بكون مبدئيا؟ نل. بعدين جيب الجريد 1 0، جريد 2 0، جريد 3 0. اثبت لك هذا الحكي صح ولا لا؟ هي بس اعمل اف 6. شو طبع؟ شو قال لي اسم الطالب اللي انشاته؟ نل. شو علامته الاولى؟ صفر. شو علامته الثانيه؟ صفر. شو علامته الثالثه؟ صفر. هلا انت هدفك كمبرمج تصير تنشئ كتله تسهل على الناس التعامل مع الداتا تبعتك اللي انت بدك اياها، توفر لهم شغلات جاهزه تريحهم. فانا مبدئيا هي تحت له انه يعرف طالب براحته، خلص بس يكتب كلمه ستودنت بيقدر تصير عنده طالب جاهز في السيستم تبعي. بوقت القيم المبدئيه كذا 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 كذا. طيب والواحد طب حلو، طب هل الطالب هذا لحظه ما انشاته بقدر اعدل مثلا ببياناته؟ نعم. يعني مثلا عشان تفهم معي، يعني لحظه ما انشا الطالب اسمه بكون نل. طب بقدر مثلا اجي احكي له مثلا بعد ما انشاته وكان نل، بقدر اقول له بدي اعيد الاسم، بقول له نيم يساوي مثلا هيدا اكتب له هون باسم. بصير؟ نعم. ما بصير. يعني ممكن بعد ما انشئ الطالب كان نل اعدل اسمه باسم. هي كتبته هون سطر قبل ما اطبع انه روح على الاس 1 عدل الاسم لباسم. فبروح على الاس 1 هلا، يعني بروح هون على الرام، بروح هون الاس 1 بشطب كلمه نل هاي وبحط محلها ايش؟ باسم. عشان تشوفوا معي بقدر اعمل اف 6. هاي شو صار اسمه؟ باسم. بقدر اعدل علامته الاولى وعلامته الثانيه. هلا قبل ما اكمل على قصص التعديل هلا راح نشتغل فيها. هلا بقول واحد طب اسمع، بقدر مثلا يعني زي ما بصير بالسوق مثلا، بقدر لحظه ما انشئ الطالب اعطيه ديفولت فاليو غير تبعت الجافا. يعني مثلا العرف، دائما العرف في السوق بيجي مثلا صاحب الشغل بيقول لك مثلا انا بدي شروط معينه. مين في حدا فاتح المايك؟ مين فاتح المايك؟ ما شاء الله كبر الشاشه. مين فاتح المايك؟ في حدا فاتح المايك؟ مين فاتح المايك يا شباب؟ الله شكرا. طيب خلص منيح. طيب هلا مثلا طلع مثلا انا حتى في الدياجرام شو حكي لك او تحت الدياجرام،
قلت لك هنا في الجافا في كلاسك لما تقعد تنشئ فيه في شيء اسمه ديفولت كونستراكتور. شو يعني الديفولت كونستراكتور؟ يعني هو الميثود الخاصه اللي بتعطي قيم مبدئيه لبيانات كلاسي. باي ديفولت الجافا بتكون واحد بانيه لوحده ديفولت اللي هي بتحرص انه السترينج كله نال والارقام كلها اصفار. هلا ممكن انا كصاحب بزنس بقول لك بدي الكلاس اسمه ستودنت، بس بدي الديفولت مش تبع الجافا، بدي الديفولت. هون شو حكيت لك؟ انه الاسم يكون انون والعلامات الثلاثه مش اصفار، ايش يكونوا؟ خمسينات. فهون قلت لك الكونستراكتور الديفولت بدل ما هو تبع الجافا بدي انت تبني لي كونستراكتور عزوئي، لا تخلي الجافا تحط لي اياه فاضي وكذا كذا، لا بدي اياه يكون تضبط الجافا اوتوماتيكلي الاسم انون 50 50 50. فطلع انا شو بدي اسوي؟ بدي اجي ارجع على كلاس ستودنت اقول للجافا، هلا الجافا باي ديفولت هذا الكود اللي انا كاتبه هون، هاي الجافا اوريدي بانيه، يعني حتى كتبته اللي ما كتبتوش هذا اوريدي موجود. انا ما بدي الجافا تسوي زي هيك، انا بدي اقول للجافا، بقول له لما استدعي الكونستراكتور الديفولت هون الاسم تحطوش نال ولا حط لي اياه انون غير معلوم، والعلامه الاولى تكون 50، العلامه الثانيه 50، العلامه الثالثه 50. فبقول لي واحد طب شو هاي؟ بقول له يعني زي كنا رجعنا في مبدا البرمجه، انه لما اجي انا اعرف فاريبل بقدر اعرفه مثلا انت اكس ما اكونش معطيه قيمه، او بقدر لحظه ما اعرفه اكون معطيه قيمه مثلا مبدئيه. هلا هون انا صرت احكي لحظه ما اعرف طالب وما اعطيك له داتا، يعني زي كنت بحكي في البرمجه انت اكس لحالها، انت اكس لحالها انا بكون هنا في الفاريبلز تحت رحمه الجهاز، ممكن يعطيني ربش داتا، ممكن يعطيني صفر، انت وشمصك. هلا في الاوبجكت اورينتد ممنوع هذا الحكي. في الاوبجكت اورينتد دائما داتا محوص عليها انه تاخذ قيم زي ما بدك انت كمبرمج. فانا شو طلبت؟ قلت يا كمبيوتر لما انشئ طالب وما معي داتا له، لسه ما زودتك في الداتا تبعته، ممنوع تحطه نل و 0 0 0، قلت لك حط لي اياه انون 50 50 50. فبالتالي يعني في المين هون شو صار معنى كلمه هاي الجمله؟ شو صار معناها؟ ستودنت اس 1 انشئ عنوان في الذاكره اسمه اس 1، كلمه نيو اللي هي بتستدعي الكونستراكتور، استدعي لي الكونستراكتور اسمه ستودنت قوسين فاضيات. فهلا لما الجافا تروح على كلاس ستودنت لقت انه اوريدي في عندي كونستراكتور اسمه ستودنت قوسين فاضيات، ما راح تستدعي الديفولت تبع الجافا هلا اللي هو بحط نل 0 0 0، تستدعي الكونستراكتور اللي انا كتبته. شو كتبت له جواته؟ انون 50 50 50. فبالتالي هلا في الرام لما اعرف اس 1 بكون هون كاتب لك مش باسم ولا نل، شو بكون كاتب؟ انون، وبتكون هاي هون 50 50 50. واحد بيقول لي اثبت لي، بقول له تعال عشان تشوف معي انه لما استدعى الكونستراكتور هذا انه صار هذا الحكي ولا لا. هلا بس اعمل اف 6، لاحظ ما قال لي نل و 0 0 0، شو قال لي؟ انون 50 50 50. فالكونستراكتور وظيفته يحرص على اعطاء قيمه مبدئيه للداتا تبعتي. طب بقول لي واحد، طب ثواني بقول لي طب مثلا لو اجيت هون، بقول له قال لي عملت ستودنت، هاي ستودنت اسمه اس 2 ويساوي نيو ستودنت، هاي نيو ستودنت بتستدعي الديفولت كونستراكتور. وهي هون بطلع عشان من ناحيه جماليه سيستم دوت اوت دوت برنت لاين، هي خط قاطع هيك عشان افصل بين الاوبجكت الاول والاوبجكت الثاني. هاي بدي اخذ هدول بهذا الشكل كوبي، هاي بدي احطهم هون، بس هون بدل ما اطبع اس 1 بدي اطبع معلومات مين؟ اس 2. واحد بيقول لي شو معنى هذا الحكي؟ بقول له هون معناته انا انشات من كلاس ستودنت كم اوبجكت، كم طالب انشات؟ طالبين. يعني هدول في الرام بده يصير زي كانه في عندي كمان هون ريفرنس فاريبل اسمه اس 2 وله بيانات مبدئيه نستدعى الديفولت كونستراكتور تبعي انون و50 50 50. يعني انا بمعنى اخر ببني كلاس واحد بقدر انشئ منه عده اوبجكتس، يعني ممكن انشئ الطالب الاول والثاني والثالث والرابع والعاشر. الاوبجكت هو انستنس اوف كلاس، يعني هو صوره عن كلاسي تحتوي داتا لحظيه. كل طالب له معلومات معينه، كل طالب له اسم وثلاث علامات يختلف عن اي طالب ثاني، كل طالب له اسم شكل، كل طالب يجيب معدل شكل او علامات شكل عن الثاني. فانا بنيت كلاس واحد صرت انشئ منه عده اوبجكتس، عملت اوبجكت اسمه اس 1 اوبجكت اسمه اس 2. طيب هلا بيجي واحد بيقول لي طيب وانت بتشتغل هون، وانت بتشتغل هون اي فهمت انه في كلاس اسمه ستودنت وله اربع بيانات. الكونستراكتور هو عباره عن ميثود خاصه اسمها نفس اسم الكلاس تحرص على اعطاء البيانات تبعت كلاس قيم مبدئيه لحظه انشائها فقط، بقدر اعدلها لقدام
بقدر اعدلها لقدام. فبقول واحد طب ممكن انا لما انشئ طالب بنعيش داتا له فبنشئ وعد فول اللي هو النون 50 50 50. طب واحد اجى قال لي اسمع طب لو انا بدي انشئ طالب لحظه ما انشئه بدي اعطيه بيانات يعني اوريدي عارف شو اسمه شو علاماته بقدر اقول له اه. دائما المبرمج البروفيشنال لاحظ حطه انا في الكتابه قلت لك انه اعمل لي ديفولت كونستراكتور يعني دائما اللي بفهم بيعمل ديفولت كونستراكتور انه اذا بدي انشئ اوبجكت من كلاس وما معي داتا في قيم مبدئيه للداتا لازم تعطيها او بدك تعمل شيء اسمه بارامترايزد كونستراكتور. بارامترايزد كونستراكتور هو برضه ميثود خاصه نفس هذه بس هاي بتستقبل داتا معلومه الداتا اللي بدك تحطها جوا الاوبجكت تبعك. فبقول واحد كيف يعني يعني طلع عشان تفهم عليه اكثر يعني راح بحكي لك البارامترايزد كونستراكتور will set the student with the provided data يعني في داتا اوريدي جيفن اي دي راح يتم تزويدها للطالب هذا. فبقول واحد كيف يعني يعني انا بروفيشنال اللي برجع كلاس ستودنت بقول ممكن لما اجي انشئ ستودنت ما ازودك في داتا فهي البيانات الافتراضيه تبعته شو اسمه شو علاماته او ممكن طلع شو احكي للجازون ده له بابليك برضه نفس الشيء ستودنت على واحد ثواني ثواني بقول له واللي بصير شو يكون عندي تو ميثودز بنفس الاسم بقول له لا بصير بس هاي لازم يكون السيجنتشر مختلف. شو يعني السيجنتشر مختلف؟ يعني لاحظ انا لو جيت عملت بجن وانت الجافا معطيني خط احمر بقول لك الستودنت اوريدي ديفايند يعني اوريدي في عندي ميثود ثاني او في عندي كونستراكتور ثاني اسمه ستودنت موجود فما بصير الاثنين نفس الاسم. هلا هون طلع شو بقول له؟ بقول له هاي الميثود راح تستقبل من الناداها قيمه حرفيه او سترينج اسمها ان وراح تستقبل انت جريد 1 وراح تستقبل انت جريد 2 وراح تستقبل انت جريد 3 واحد بقول له انا مش فاهم بقول له ثواني بس ركز منيح معك وهون بدي اجي اصرح له باخذ هدول كوبي بدي اجي احطهم هون هاي بيست بدي اقول له النيم ما تحطوش النون ماوس عندي شرطت هاي ان وهون احط لي جي 1 وهون احط لي جي 2 وهون احط لي جي 3 واحد بقول له شو هذا بدي ارجع بس اذكرك كل لغات البرمجه هلا انت لما تيجي تعرف فاريبل ممكن اجي احكي انت اكس واقف او ممكن اجي احكي انت اكس واعطيه قيمه مبدئيه نفس الشيء الاوبجكت ممكن تحجزه وما تعطيه قيمه مبدئيه فبستخدم اللي هو الديفولت كونستراكتور هذا بستخدم هذا اذا ما اعطيتني بيانات للطالب بروح على الديفولت كونستراكتور طب اذا اوريدي معك بيانات الطالب بستدعي مين كونستراكتور البارامترايز يعني لحظه ما انشئ الطالب عندي خيارين يا بنشئه وما فيش معي داتا فباخذ الديفولت او لحظه ما انشئه بعطيه داتا يعني بمعنى اخر عشان تفهم علي اكثر بدي ارجع على المين هي على المين مثلا هون انشات الاوبجكت الاول ما كان معي داتا فهيك كتبت طب هون هلا اجيت هون طلع مثلا اجيت قلت له هون مثلا علي فاصلة 90 فاصلة 80 فاصلة 70 هلا بالله ركزوا منيح معي يا شباب لحد هون ولا نمتوا لا معك دكتور فاهمين أكيد. طيب رجوا والله معي ثاني هلا بدي أعتبر حالي كمبيوتر أنا بحيط مخي بدي أعتبر حالي كمبيوتر بقول واحد طيب يلا بلش البرنامج خليني بالله أشطب هاي ها بلش البرنامج بيجي على الجملة الأولى انشئ عنوان في الذاكرة اسمه S1 أنشئ S1 هلا عشان أنشئ العنوان هذا وأربطه مع كتلة مع أوبجكت من نوع student قلت له هنا كلمة new student شو معنى كلمة new new استدعي الكونستراكتور طيب هلا أنا ككمبيوتر قلت له new student هلا باجي ككمبيوتر هون اعتبر حالك كمبيوتر بني ادم ذكي كمبيوتر مش ذكي انا ككمبيوتر بدي استدعي الكونستراكتور طب عندي تو كونستراكتور مين استدعي الاول ولا الثاني وليش؟ هلا في المين انا شو حكي له نيو ستودنت فقط والقوسين شو مالهم يا شباب؟ فاضيات يعني انا ككمبيوتر راح استدعي انو كونستراكتور في كلاس الستودنت يا شباب الاول ولا الثاني؟ الأول القوسين فاضيات فشو قلت له في الأول روح عند النيم حطه النون 50 50 50 هلا هيك في الرام بيجي بحطه النون 50 50 50 تمام تمام بيرجع بكمل هون بعدين بيرجع على المين بيجي بيطبع الطالب اسمه النون علامته الأولى 50 50 50 50 بيطبعها هلا أجي على الجملة هاي هون الجملة هاي قلت له انشئ عنوان في الذاكرة اسمه S2 فبنشئ S2 هلا بعد هاي تساوي نيو ستودنت روح استدعي الكونستراكتور هلا انو كونستراكتور راح يستدعي الاول ولا الثاني يعني لما يجي هون على كلاس ستودنت مين استدعي ستودنت الاولى ولا ستودنت الثانيه وليش؟ راح استدعي الثانيه راح استدعي ايوه لانه القوسين كان فيهم كم من انبوت ايوه هلا في البرمجه شيء اسمه ميثود
overloading. شو يعني overloading؟ يعني يكون عندي two methods بنفس الاسم، وهذا الشيء ممنوع في البرمجة. إمتى بيصير مسموح؟ لما أعمل two methods بنفس الاسم ولكن signature إنه شو بتستقبل كل method منهم يختلف عن الثاني، فبصير الكمبيوتر يعرف مين ينادي automatically. إذا في المين ناديته student cosine فاضيات بروح على الأولى، إذا في المين ناديته student وأعطيته أربعة parameters بروح على مين؟ على الثاني. أيوة خلينا نعمل كونتينيو. بروح على الثاني. فهلا هنا في المين انا لما ناديتها، لما ناديتها هنا في المين ايش قلت له؟ ابعث له قيم علي 90 80 70. يعني بمعنى اخر لما بيجي هون بقول لك الان قيمتها علي، الجي 1 قيمتها 90، الجي 2 قيمتها 80، الجي 3 شو قيمتها؟ 70. فلو هنا دخلت جوا قلت له النيم للطالب الحالي ايش يساوي؟ قيمه الان. فلا يعني بمعنى اخر لما يجي عرام على الاس 2 بحطش النيم انون، شو بحطها؟ زي من بعثت له من المين اللي ايش؟ علي. والجريد 1 للطالب الحالي تساوي الجي 1، الجي 1 شو بعثت لك اياها من المين؟ 90. والجريد 2 شو بعثت لك اياها؟ 80. والجريد 3 شو قيمتها؟ 70. فلاحظ انشات انا تو اوبجكتس، كم من طالب انشات؟ طالبين. طالب على الديفولت يعني انشات طالب ما زودتك بداتا له، فالديفولت انك تعطيني انه اسمه انون 50 50 50. وطالب ثاني انشاته لحظه انشاء اوريدي الداتا تبعته، استدعيت البارامترايز كونستركتور وزودته في الداتا، فانشا لي اياه بلحظته بالداتا اللي هو علي 90 80 70. فانا الاوبجكت لما انشئه يا بنشئه ديفولت يا بنشئه بارامترايز، يا بنشئه معيش داتا له يا بنشئه اوريدي بعطيه داتا. طب واحد بيقول لي يعني هاي الداتا بقدرش اعدلها؟ لا، تقدر تعدلها زي ما بدك، بس احنا بنحكي لحظه ما انشاته اعطيته داتا. هلا لو داتا بقدر اعدل فيها زي ما بدي حر، فانا بدي اسهل على اليوزر بقول له تقدر تنشئ طالب ما تكون مزودني الداتا، تقدر تنشئ طالب تكون مزودني الداتا، معطيك خيارات انا اوبشنز بسهل عليك. طب بقول لي واحد طب اثبت لي انه هذا الحكي صح، بقول لك تعال طلع بس ارجع على المين، هون اذا ارجع على المين بعمل رن. فلاحظ لما اعمل اس 6 الاوبجكت الاول شو قال لي بياناته؟ انشات اوبجكت اسمه اس 1 وما اعطيته داتا، فقال لي انون 50 50 50. الاوبجكت الثاني لما انشاته قلت له انشئ اس 2 ويساوي نيو ستودنت وزودته في داتا، شو سوى؟ هي اخذ الداتا اللي اعطيته اياها وايش سوى؟ معي يا شباب؟ فكيف بدي اربط بين الكلاسات تبعوني بين عده فايلات؟ كل بساطه لما تصير تعرف اوبجكتس من كلاسات ثانيه تربط الفايل الاول مع الفايل الثاني، هذه ميزه الاوبجكت اورينتد. هلا من ناحيه تنظيميه اي شيء بيتعلق بالطلاب ما بصير احطه جوا المين، وين بحطه؟ كلاس اسمه ستودنت. مثلا بعمل كمان شيء للموظفين فبعمل كلاس اسمه امبلوي بصير احط فيه داتا واوبريشنز عليها. بعمل كلاس مثلا اسمه ماده بعرف مثلا كلاس اسمه كورس بحط الداتا تبع كلاس لحال بصير التنظيم شو ماله للانظمه الكبيره احسن كعاده استخدام. واحد بيقول كيف يعني اعاده استخدام؟ يعني هلا جهزت ملف لطالب بجامعه وسويت لهم عده شغلات عليها وتكتكت هيك ولا اروع من هيك وخلصنا سلمناه للجامعه. اجت مدرسه انا اكتب لي نظام نفس الشيء، مو عندها طلاب الطالب له اسم وله علامات وكذا كذا، باخذ الكلاس نفسه كوبي وبحطه بيست في النظام الجديد. يعني بس دراج اند دروب للفايلات تبني سيستم كامل. معي لحد هون يا شباب؟ فلا لاحظ يعني في الاوبجكت اورينتد الفكره انه انت بدك تعرف مقطع كود، تعطيه اسم كلاس نيم، تعطيه داتا ممبر. الذكي بيعمل له كونستركترز. في واحد بيقول لي انا بشتغل بدون ما اعمل كونستركترز، بقول له بصير بس هذا اسمه غباء. انت دائما الناس عشان تيجي عندك وتشتري كلاسك لازم تعطيها اوبشنز. انا مثلا بدي ابيع سياره، والله اجي اعمل لك سياره كلها هيك بوكس حديد فيش فيها الا بس شباك قداماني، بس الشباك قدام الشوفير وعلى الجناب كله مسكر، كم واحد بيشتريها؟ ولا واحد. طب لو حطيت بس شباك جنب الشوفير واللي جنبه والورا كله مسكر، في ناس تشتريها؟ قليل جدا. امتى الناس بتقبل على السياره؟ لما يلاقي السياره مثلا فيها اوبشنز. كل ما كان فيها اوبشنز اعلى الكل بيجي عليه. تقول لك والله انا بدي سياره فيها باور ستيرنج، فيها كونديشن، فيها جير اوتوماتيك، فيها كراسي والله حامي بارد. كل ما بتحط اوبشنز اكثر بيجوا الناس عندك. فانت بدك تعمل كلاس مقطع كود او فايل كود فيه شغلات تسهل على الناس التعامل مع البيانات تبعتها. طيب هلا تعال اعلمكم كمان شغله مهمه في البرمجه. اكبر غلط بوقعوا فيه المبرمجين انه تحط الداتا تبعتك عامه، اللي هو بالعامية بسموها سمردح، يعني أي واحد بيجي بعبي داتا وبطلع. واحد بيقول لي كيف؟ يعني أنا وين طلع معي أكبر خطأ قاتل بوقع فيه المبرمج إنه الداتا محطوطة بابليك. شو معنى بابليك؟ مشاع، أي واحد بيقدر يجي ويعدل فيها. يعني مثلا
انا مثلا كطالب باجي بقول هون مثلا هاي انشا الطالب، مثلا الطالب الاول انشاته فاسمه النون وعلاماته 50 كذا كذا كذا، بقدر اجي مثلا مجازا مجازا بقدر اجي لو انا بفهم شويه وقدرت اوصل لملف الفايل هذا في هنا مثلا تعدل علامه الطالب مثلا بقول له اس جريد 1 هلا انا اكسسبل لانه جريد 1 بابليك ما حددت لها اكسس موديفاير، بقدر اقول مثلا كان طالب علامته 30 اجيت انا اقول لك اسمع والله هذا بدي انجحه بديش اياه 30 بديش احطه 90 بقدر نعم بقدر. فلاحظ هلا ها لما اعمل اف 6 الطالب الاس 1 قديش علامته الاولى صارت 90. طبعا عشان اوضح اكثر اكثر تستوعبوا الفكره، مثلا لو هذا نظام فيه فلوس ارصد البنوك ايداع سحب رواتب فواتير شراء، اذا اجى واحد وصل للكود وصار يلعب في الهاي واعطيته صلاحيه انه يدخل ويعدل بسرق السيستم تبعه، وهذا مسؤوليته على المبرمج. ها يعني لما يجي مثلا بده يطلعوا مين سوى هيك ليش صار هيك يقول لك مو المبرمج ما حمل داتا، فبنادوا المبرمج وهو المسائل عندهم. دائما هلا احنا بدناش نحكي هيك، دائما نحكي المبرمج الذكي بيحمي الداتا تبعته. كيف بيحميها؟ بيحميها من الدخول الغير مصرح به. يعني لما بدي اصير اعبي بيانات وعدل فيها لازم اصير اطلع هل هذا اليوزر داخل على السيستم اوثنتيكيتد ولا لا، يعني داخل اليوزر نيم وباسورد وهذا اليوزر نيم وباسورد معاه صلاحيه يعدل ولا لا. او الشغله الثانيه بديش افترض النيه السيئه انه جاي مثلا معاه صلاحيه ولا معهوش صلاحيه. الشغله الثانيه جل من لا يسهو، واحد بيقول كيف يعني، يعني مثلا هل بيصير مثلا علامه الطالب باي ديفولت بين كم وكم يا شباب؟ يعني اي علامه لك في اي ماده قديش مع الرينج المسموح لك تدخله بين كم وكم؟ من 50 ل 100. لا علامتك من 0 ل 50، من 0 عفوا ل 100. 0 ل 100. طيب مش ممكن انا سهوا جل من لا يسهو، يعني قاعد بكتب انا بعبي البيانات مثلا دول طالب والله معدله 77 مثلا مجازا، سهوا انا مش قاصد سهوا قلت سالب 77. هلا هيك لما اعمل رن لاحظ السيستم سمح لي ادخل علامه الطالب قديش؟ سالب 77، انا سهوا غلطت وانا بدخل، او انا بدخل مثلا بيانات وانا بدي اجي اعدل على البيانات، قلت والله معدل الطالب 120، طب معدل الطالب بين 0 و100 صح ولا لا يا شباب؟ المفروض انت تمنع اي ادخال غير مصرح به او اي ادخال خاطئ. كيف بدي اسوي هذا الحكي؟ تعال اعلمكم شغله حلوه. هلا هون دائما المبرمج الذكي ما بيشتغل زي ما هلا اشتغلنا ولا طلع شو بدي اسوي؟ بدي ارجع كلاس ستودنت، انا بدي اشتغل بروفيشنال عشان اورجيكم اياه. حتى في الدياجرام لاحظ بعد هي عرفنا الداتا تمام، هاي بعد ما عرفت الداتا عملت كونستراكتور تحرص على اعطاء داتا قيم مبدئيه سواء زودتني بيانات او ما زودتني بيانات، هاي بتاكد انه الداتا مشت زي ما بدي انا. هلا بعد منها دائما بنبلش في الاوبريشنز في العمليات على الداتا. في اول مقطع بنسميه ايش؟ سيترز اند جيترز. شو سيترز اند جيترز؟ هلا عرف بين كل المبرمجين الدنيا اللي بفهم بقول لك انت كلاسك هذا اذا بدك تدخل له داتا سمي الميثود سيت، اذا بدك تسحب منه داتا شو بنسميها؟ جيت. فلاحظ هون انتبهوا منيح، عملت 8 6 جيت 4 6 و 4 جيت. طب ليش 8؟ ليش 4 هيك و 4 هيك؟ لانه انا عندي كم من داتا من بر؟ 4. طيب هلا اول اساسيات اللي بيشتغل البروفيشنال انك تحمي بياناتك. فطلعنا شو بدي اسوي؟ بدي اقول مثلا في كلاس ستودنت بقول له هيك الداتا هاي تعتبر زي كانك حاكي له مجازا، زي كانك حاكي له كلمه بابليك حتى لو انت مش كاتبها. بابليك سترينج، بابليك انتجر جريد 1، بابليك انتجر جريد 2. شو معنى كلمه بابليك؟ واحد بيقول لي عام، بقول له يعني هون بالنسبه للكمبيوتر شو يعني عام؟ بمعنى اخر كلمه بابليك يعني اي فايل غير فايل ستودنت. هلا هاي الداتا معرف انا بفايل شو اسمه؟ ستودنت. لما يكون الاكسس موديفاير تبعها بابليك يعني الملفات الثانيه بتقدر تتعامل مع النيم، بتقدر تتعامل مع جريد 1، بتقدر تتعامل مع جريد 2 حتى لو مش كاتب له بابليك، هي ضمنيا بابليك، هي ضمنيا بابليك او احنا بنسميها ديفولت بالاصح تمام. بس هلا يعني هي مشاع. هلا انا اطلع شو بدي اسوي؟ مثلا انا كمبرمج بدي كالتالي، بقول لك اسم الطالب ممنوع يكون الا احرف ابجديه. يعني مثلا منطقيا كسيستم حقيقي في واحد مثلا اسمه 123 او ستار دولار ساين اندر سكور دبليو اكس واي زد، لا اسم الطالب او اسم البني ادم يجب ان يكون من كلمه واحده، احنا بدنا اياها افتراضا مش من عده مقاطع، من كلمه واحده يجب ان يكون فقط احرف ابجديه. يعني كادخال واحد قاعد بدخل اسم مسموح له عشان اعتمده في النظام تبعي يجب ان يكون فقط احرف ابجديه. بالنسبه للعلامات، العلامات فقط من صفر ل
100 ممنوع تطلع عن 100 او تنزل عن صفر، فبدي احمي بياناتي. طب كيف بدي احمي بياناتي؟ اول شغل عشان تحمي بياناتك ممنوع تخلي البيانات تبعتك سمردح زي ما بيقولوها بابليك. ولا طلع شو بدي احكي للكمبيوتر هون، بدي اقول له بدال مثلا شو احنا كنا كاتبين سترينج نيم، سترينج نيم يعني تعتبر بابليك هاي، انا بدي اقول له هون برايفت. واحد بيقول لي شو يعني برايفت؟ برايفت معناها خاص. طب شو يعني خاص؟ احنا البشر نفهم انه هذا خاص الي لحالي. هلا بالنسبه للكمبيوتر هاي المعلومه اللي اسمها نيم هي برايفت، هي خاصه فقط بالفايل اللي هي فيه، بفايل الستودنت. فبالتالي لما ارجع هون بما اني عرفتها برايفت، لما ارجع على المين لاحظ شو صار يقول لي عندي النيم هون. هذا زيح الزوم عشان تفهم. ممنوع تتعامل مع النيم. النيم هاز ايش كاتب لي؟ شايفينها ايش كاتب لي؟ هاز برايفت اكسس. ممنوع تتعامل مع النيم هون، يعني منعت اي حدا يجي يحكي اس 1 دوت نيم، سواء يعبي جواته قيمه او يسحب منه قيمه. يعني انا بقدرش اجي اقول له هون ها هي اس 1 طلع، بس احط دوت. هلا اعطاني جريد 1 جريد 2 جريد 3، النيم راح اختفى لانه برايفت. حتى لو كتبت له اياه قلت له هون نيم يساوي مثلا باسم، هيدا لون يساوي باسم، ممنوع تمنعني الجافا. قال لي النيم هاز برايفت اكسس. بقول له واحد طب ايه اذا سويت زي هيك معناته الداتا اللي انت خليتني اعرفها النيم لا بقدر اعطيها بيانات ولا بقدر اسحب منها. بقول له اه. بقول له طب شو استفدنا اذا عرفت فلوس وفي داتا لا بقدر ادخل الداتا ولا اسحب منه داتا؟ بقول له اه ثواني، هلا انا بدي احمي الداتا. ممنوع حدا يدخل لكلاسي او للاوبجكت للميني كلاسي، هذا ممنوع يدخل داتا الا ضمن شروطي. شو شروطي بالادخال؟ لما تدخل داتا يجب ان يكون الاسم كله احرف ابجديه. طيب احنا لاحظ هون في الدياجرام قلت لك مثلا المفروض تحمي انت الاسم. هلا عشان تدخل اسم جديد او تعدل على الاسم الموجود في عندك ميثود انا راح ابني لك اياها اسمها ست نيم. ولما بدك تسترجع الاسم ممنوع تنادي الاسم مباشره، في عندك ميثود اسمها جيت نيم. والواحد طيب تعالوا شوفوا معي عشان دخل وقت، بس بدي اروح على كلاس ستودنت، هاي كلاس ستودنت، بدي اجي احط هنا ميثود جديده. بقول له هنا في عندي بابليك، بابليك يعني الكل بيقدر يناديها. void هاي ما بترجع شيء، اسمها set name. هاي ميثود بدي اطبق فيها الاسم حسب شروطي. بقول له هاي الميثود راح تستقبل من اللي ناداها، راح تستقبل string اسمه مثلا n، الاسم اللي انت بدك تزودني اياه للطالب. بعد ما حجزت الطالب انا ممكن اغير اسمه، فلما بغير اسمه بتعطيك اسم جديد، الاسم الجديد راح ينبعث لان. كيف بدي اقول؟ طلع خليكم ذكيين، بدي اقول هون النيم تبع الطالب الحالي عشان الكلاس تبعي معرف فيه داتا من برا اسمها نيم. هون بقدر اناديها لانه انا اوريدي ضمن كلاس النيم، يعني ضمن كلاس النيم، فالنيم هون اكسسبل بقدر استخدمه. يساوي الان اللي اجتني من برا مباشره، يعني بفترض انه في البدايه الاسم اللي انبعث لي من برا صحيح واعتمدته. هلا بدي احاول اثبت انه غير ذلك. إذا قدرت أثبت غير ذلك برجعه للديفولت. واحد بيقول شو الديفولت؟ حسب اتفاقي مع الزلمة شو قال لي على الديفولت كونستركتور يصير الاسم النون. يعني إذا هلا حدا خالف شروط الاسم ودخل فيه أرقام أو سبيشال كاركترز الكمبيوتر ما راح يعتمده زي ما أنت دخلته، راح يرجعه للنون. إذا كان كله أحرف بيعتمده. والواحد طيب هيك العرف. فبقول له هون قلت له اعتمد الاسم مبدئيا. هلا طلع شو بدي أسوي؟ أعمل فور أنت الاي تساوي من صفر لحد الاي اقل من الان دوت لينث. واحد بيقول شو هذا؟ هلا بفهمكم ثاني. لينث الاي بلس بلس. هلا بقول الواحد اه شو هذا؟ السترنج يا شباب فيش داتا تايب اصلا جاهزه في الجافا اسمها سترنج. السترنج هو اري اوف كاركترز بالاساس في كل لغات البرمجه، فيش شيء اسمه سترنج. الداتا تايبس المسموحه للاحرف هي فقط كاركتر من حرف واحد. طب السترنج هو عده احرف، فالسترينج هو array of characters. يعني بمعنى آخر، بمعنى آخر مثلا لو عندي اسم مثلا علي على سبيل المثال، علي هو ثلاثة characters بس على شكل array. ففي الindex 0 عندي حرف الـ A، في الindex 1 عندي L، في الindex 2 عندي إيش؟ الـ I. فالسترينج هو array. طيب أنا عملت loop يمشي من أول index في الـ array لآخر index، يعني من أول كان بالاسم بالسترينج تبع هذا لاخرها. هلا بدي احاول اثبت انه مش حرف ابجدي. بدي احاول اثبت انه مش حرف ابجدي. اذا يعني احرفه مش احرف ابجديه، واحد منهم ما يكونش حرف ابجدي، خلص رجع على الديفولت. اذا خلصت كل اللوب ما قدرت اثبت انه مش حرف ابجدي فادخالك صحيح. بقول واحد طيب طلع كيف بدي اقول له اذا ما فيش احرف، يعني اذا في واحد منهم مش حرف ابجدي؟ باجي هون بقول له اذا، واعطيتكم اياها المره الماضيه قلت لكم في كلاس جاهز في الجافا زي ما احنا بنبني كلاسات الجافا، باني كلاسات جاهزه اسمه كاركتر، في امر اسمه از لتر. از لتر يعني شيك عليه هل هو حرف ابجدي. لمين؟
لا الان اجتني ان سترنج، انا ما بقدر اشيك از لتر لا لسترنج كامل، تشيكهم حرف حرف، فبقول له كاركتر ات اندكس الاي. هلا بديش اقول له انه حرف ابجد، بدي اقول له اذا كان مش حرف ابجدي، يعني حطيت نط بدي اصير افحص هل الحرف الاول مثلا مش حرف ابجدي، طلع شو بدي اقول له. هلا اذا ثبت انه مش حرف ابجدي النيم بده يصير يرجع للديفولت، الديفولت ايش؟ النون، النون. ومجرد ما يثبت انه واحد منه مش حرف ابجدي المنطق ما يكملش باقي اللوب، شو بقول له؟ اعمل بريك. بريك شو يعني؟ يعني اطلع من اللوب خلص، اكتشفت انه في غلط. طب اذا كمل كل اللوب وما في غلط بضله عادي خلص، ادخالي صحيح واعتمدت الاسم زي ما انا دخلت. طب والواحد اوكي ثواني بالله عشان اكمل عشان تتبع هلا على السريع، بدي اعمل ميثود ثاني اسمها public string، هاي بترجع داتا تايب نوع string اسمها get name، هاي بترجع الاسم للطالب الحالي، ما بتستقبل ولا شيء بس بترجع الاسم. هاي شو بترجع؟ بترجع الاسم مثلا كالتالي، هيك بتقول لك رجع لي النيم، النيم تبع الطالب to upper case. شو يعني to upper case؟ يعني كله capital letter. لما ترجع لي لا ترجع لي small letter، كل احرف ايش تكون؟ upper letter. هلا انا كل داتا منبر لاي واحد بفهم، لاي واحد بفهم بعرفها دائما برايفت، يعني ممنوع حدا يتعامل معها مباشره. اذا بتتعامل معها يدخلها بيانات، بنيت لك ميثود اسمها set name، استقبل الاسم اللي اعطيتني اياه بشيك عليه هل طابق شروطي ولا لا، اذا طابق شروطي بعتمده، ما طابق شروطي برجعه للديفولت. بعدين بعد ما اعتمدته اذا بدك الاسم ممنوع تستدعي النيم مباشره، في عندك ميثود شو اسمها؟ get name، هي بترجع لك الاسم. بس كيف بترجع لك اياه؟ تو ايش؟ ابر كيس كابيتال لتر كله. طب واحد بيقول لي طب يعني كيف؟ يعني هلا هون اطلع معي مثلا انا بدي الطالب الاس 1 باي ديفولت هو بنشئ الجهاز انون، بنشئ الجهاز على الكونستراكتر، لحظه استدعاء الكونستراكتر بيكون اسمه انون. طب الواحد طب اسمع قبل ما اطبعه بدي احط الاسم مثلا علي لاشوف انه بعتمد علي ولا لا، طب كيف بدي احكي له؟ ممنوع اتخاطب مع النيم. بقول له هلا عشان اعدل اسم الطالب اس 1 بقول له اس 1 دوت ممنوع احكي له نيم، في عندي مثل تو ميثودز جداد اجوا هون، واحده شو اسمها؟ ست نيم، واحده كت نيم. عشان تعبي داتا تزود كلاسك في داتا او الاوبجكت تبعك في داتا مستدعي ميثود اسمها ست، ست نيم. طب شو الاسم بدي احطه فيها؟ بقول له مثلا بدي ابعث له كلمه علي، علي لما كتبتها فقط كتبت الاي كابيتال لحالها. طيب بقول له واحد طب ثواني، طيب هلا انا ككمبيوتر انشأت عنوان في الذاكره اسمه اس 1 واعطيته الديفولت داتا من خلال الكونستراكتر اللي هي النون 50 50 50. بعد منها اجت هاي الجمله، هاي الجمله شو حكيت له؟ روح على الكتله اللي اسمها اس 1 استدعي لي الميثود اللي اسمها ست نيم وابعث له كلمه علي. هلا لما اروح على كلاس ستودنت وين الست نيم؟ هاي الست نيم، يعني حاليا الان شو اسمها؟ علي. يعني هلا الكلمه بدي اشيك عليها علي، هلا هو حط الان في النيم، مبدئيا حط الان في النيم، يعني هلا في الرام شطب الانون هاي وشو حط محلها؟ علي بهذا الشكل، حط محلها ايش؟ علي. والواحد طيب بعدين اجى يشيك، امشي من الموقع صفر لهاي، يعني عشان تشوفوا انتم معي هاي بدي اكتب كلمه علي هون بهذا الشكل، هاي صفر واحد اثنين، بمشي لف الاولى الاي زيرو. هل الان في الكاركتر 0، الان في الكاركتر 0 اللي هو حرف الاي، هل الاي ليست حرف ابجدي؟ ترو ولا فولس؟ هل الاي مش حرف ابجدي؟ الاي حرف ابجدي، فهي فولس ما انطبقت الاف ستيتمنت. فبروح نيكست اي بتصير الاي واحد، بيجي حرف ال، هل ال ليست حرف ابجدي؟ لا ولا عمل ال حرف ابجدي، هذا فولس. بروح للاي اللي بعدها تصير 2، هل ال اوف الكاركتر ات الاي اللي هو ب 2 يعني هذا، هل الآي ليست حرف أبجدي؟ لا ولا عم الآي حرف أبجدي، خلص بطلع كل الأحرف أبجدية فما اعترض، فضل الاسم علي. فلا هون ضل الاسم علي، يعني اعتمده لأنه علي ما خالف شروطي، علي كلاته أحرف أبجدية. طب والواحد طب اسمع اسمع ثواني ثواني والله، قول لي طب لو أجيت في المين، في المين قلت له والله الاسم مثلا طلع ضل معي هون، قلت له اسم الطالب A B 1 2 3، هل بيعتمدوا السيستم تبعي ولا لا؟ قول له تعالوا نشوف مع بعض. هون اجيت قلت له اس 1 ست النيم وابعث له اي بي 1 2 3، فبيجي هون عفوا عند ستودنت هي على ست النيم ايش قلنا له السترنج؟ اي خلينا ننزل لتحت، هي اي بي 1 2 3، يعني هي عباره عن اري في الموقع 0 في عندي اي، في الموقع 1 1 او بي عفوا، هون 2 3 هي 4، هذه عباره عن اري. هلا بيجي حط في النيم A B 1 2 3، فهلا هون بيجي هون باي ديفولت بكون اعتمده مبدئيا، يعني هون بكون كاتب لي A B 1 2 3 كتبها. بقول واحد ما هي غلط، بقول له اصبر،
هلا شو كملت هون؟ اجيت قلت له بلش امشي على خانات ال N اللي بعثت لي اياه، روح لي على الموقع زيرو، يعني بلش من زيرو لحد أربعة، بلش في الزيرو، هل الكاركتر at زيرو اللي هو حرف ال A، هل ال A ليست حرف أبجدي؟ لا والله عم ال A حرف أبجدي، فما انطبقت ال F statement false، فبيكمل. روح للإندكس اللي بعده اللي هو حجيب لي الخانة، الخانة اللي هي B، هل ال B ليست حرف أبجدي؟ لا والله عم ال B حرف أبجدي، فهي لسه ال F statement false. طيب روح للإندكس اللي بعده عند الإندكس 2، شو الحرف الحالي الموجود؟ واحد. هل بيجي هون على الاف ستيتمنت، هل الكاركتر اللي هو يعني بالخانه اللي انا واقف عليها اثنين اللي قيمته واحد، هذا هل الواحد ليس حرف ابجدي؟ نعم الواحد ليس حرف ابجدي، انطبقت الاف ستيتمنت. فاول تعليم قلت لك يا لما انطبقت الاف ستيتمنت رجع الاسم لكلمه انون. فبيجي هون بقول لك لا يا عم بطلت معتمده اي بي سي او اي بي 1 2 3 لانه هذا غلط. شو رجع لي اياه؟ انون. تمام، فرجع للديفولت، هيك العرف انه نرجع للديفولت. وايش كملت؟ قلت له بعد منها اعمل بريك، ايش داعي تكمل لفات اللوب؟ لانه مجرد ما اكتشفت انه في غلط مباشره ايش سويت؟ كسرت اللوب وطلعت. تمام؟ وخلصنا. طيب هلا هون توالي بدي اورجيك الجيت، هلا هون برجع هون وين راح عفوا على الجافه وين هي المين؟ برجع هون في المين، لما بدي اجي اطبع الاسم اشوفه ممنوع استخدم نيم. بحكي له استخدم جيت نيم، يعني لاحظ لما بتدخل داتا بقول له ست للنيم. لما بدي اسحب الاسم بقول له جيت النيم، ست لادخال جوا الاوبجكت، الجيت للسحب من الاوبجكت. طب تعالوا نشوف عن جد اعتمد 1، هي مش قلت له هون عدل الاسم لاي بي 1 2 3، فلاحظ لما اعمل اف 6 في عندي غلط، كانسل والله شوف هون غلط. في هون غلط مش الغلط، هون هي ابوستروفي، تعال نشوف. سوند جيت هون عندي هي اف 6. كانسل والله شوف مين ريبلت. الغلط هي هون عند الاسلوب، الغلط هي هذا، يعني هذول هي خلينا اهم شيء هذول لانه ممنوع استخدم النيم مباشره. طيب طلع معي لو اجيت ازوده ب1 اللي هي عفوا اي بي 1 2 3 ما رضي، ايش خلى لي اياه؟ النون. طب واحد بيقول طب اسمع طب لو اجيت قلت له هون مثلا الاسم منى، منى ما بتخالف الاشرطه كلها احرف ابجديه، فلما اعمل اف 6 اعتمد منى. طب لو اجيت قلت له منى مثلا ات، الات ممنوعه، فلما اعمل اف 6 برفض منى ات، بس اعتمد مين؟ بس اعتمد منى، بس اعتمد مين؟ منى. ما راح اطفي الكاميرا عندك شغاله وانت معك خبر. تمام؟ فهون انا عملت ستر وجيتر، هدفهم ايش تسوي؟ تحمي البيانات تبعتي. هلا المحاضره الجايه بدنا نكمل كمان، انا بدي اشتغل بروفيشنال، بدي احمي الداتا تبعتي، كيف بدي احميها؟ مثلا علامات الطالب، العلامات تبع الطالب اللي ادخلها لازم تكون بين صفر و100، ممنوع تطلع برا هذا الرينج لاي سبب كان. فاذا دخل اليوزر بين صفر و100 بعتمد له اياها لانه هذا ادخال صحيح، اذا طلع عن ال100 نزل عن الصفر لا بدي ارجعها للديفولت. شو الديفولت كان مثلا عندنا حسب اتفاقنا مع الزلمه؟ 50، فبرجعها للديفولت 50. وصلت الفكره؟ طيب صعب يا شباب؟ طيب خلص حاضر، هي بدي اوقف، هي نوقف التسجيل.